نشكركم الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا تسمعوا فينا وين ما كنتوا، نتمنوا يا ربي نكونوا مونسينكم تسمعوا في ديوان فهم وتسمعوا في البرنامج هذية الخاص بشهر رمضان الفضيل، يا ربي تسموه بالصحة. البرنامج اسمه تونس ذوق 24. البلاد هذية قلنا اللي هي ذهب معير من طرف لطرف، ومش كلامك هاو، بالحق كل بلاد وكل مدينة كنز حقيقي بالبوتنسيال اللي مش موجود، حتى لو كان ماهوش مثمن 100%، لكن احنا نتمناه ونراوه على الحقيقه نتاعو ونثمنوه ونحكيو عليه باش نبداو المراحل هذيا. فما ناس تقول لك تحكيو على المدينه هذيا وتتسمى قريبه ماهيش بعيده، خاطر تونس الكل مساحتها الحقيقه ماهيش كبيره، نجم نزوروا المدن الكل. يقول لك ما كانش عندي الفرصه اني نزورها والا نراها والا نمشي لها، دونك هذيا فرصه باش انتوما تتعرفوا كل يوم على مدينه جديده. احنا كي نحكيو على المدن نحكيو على الحاجات بطبيعة الباهية، نحكيو على أصواتكم اللي لازمها توصل، المشاكل بتاعكم اللي تحبوا تحكيو عليها زادة في المدينة هذية، ونحبوا زادة نثمنوا الخدمة، الناس اللي قاعدة تحاول أنها تغير أنها تدور عجلة الاقتصاد. هذاك علاش سمينا الفقرة هذية العجلة الدور. العجلة الدور، العجلة الدور، باش نحكيو على تربية النحل. تربية النحل في تونس تعرفوا اللي هو سي ان سيكتور اللي فيه برشا ناس، فيه ناس مغرومين بالفلاحه، مغرومين بالقيمه الكبيره للعسل، العسل اللي فيه شفاء ودواء وتغذيه كبيره برشا. نحكيو على مهنه لازمها معرفه، لهوه، صبر، محبه، الكلهم مخلطين باش يعطيو منتوج باهي بالحق. هالكائن الصغير اللي هو النحله اللي زاده تذكر في القران واللي الناس تتبرك زاده بالعسل نتاعو وبالقدره نتاعو، واللي الحقيقه اليوم فما حملات كبيرة في العالم الكل مش كان تونس باش نستحفظوا على النحلة اللي هي تعمل عملية التلقيح نتاع الزهور واللي تخلي ثمار زادة موجودة. هذه الكل مهم جدا أن الناس تسعى أنها تحافظ على النحل وتحافظ عليه من الانقراض اللي موجود في برشا بقايا في العالم اللي نجم يتأثر بدرجات الحرارة، ونحكي برشا على التغير المناخي. حسيلو موضوع كبير برشا نحكي، وإحنا مع هيفا كريدين اللي بالرغم هذا الكل قتلك أنا نحب نخدم في هالسكتور هذايا، نحب ننتج النحل الطبيعي بكاليتي خارقه للعاده. هاي فكري دين معانا مباشره من قبلي. صباح النور، ان شاء الله كل عام وانت بخير ورمضانك مبروك يا هيفا. عسلامة مدام زينب، رمضانك مبروك. الحمد لله، ميرسي، ورمضانكم مبروك الناس الكل وجميع مستمعي اذاعه ديوان افان وبرنامج العجله الدور. ميرسي. البرنامج هذايا الفقره هذه العجله الدور اللي نحكيو فيها بطبيعه على الناس اللي يدوروا في العجله نتاع الاقتصاد، يدوروا في الحركه شويه. هيفا انت اخترت سيكتور ماهوش سهل، على خاطر النحل للناس اللي يعرفوا تري فراجيل، اللي ينجم يتاثر برشا حاجات، ينجم يمشي، ينجم يهرب، ينجم يتاثر بالسخانه، دونك ماهوش ساهل اجيغي. هذه الحاجه الاولانيه، وانك تخرج منتج ويكون منتج باهي زاده ماهيش حاجه سهله، لازمها ان فغي سافوار فير. انا نحب نفهم ساعه اول حاجه علاش قررت هيفا انك تخدم في انتاج النحل الطبيعي. هو بالحق كيستيون شفتو في قبلي بالكونديسيون كليماتيك نتاعنا. نعرف هذاك علاش نسال، الدنيا سخانه ودنيا ماهيش سهله، نقول في قبلي وباش نعمل وباش نعمل العسل. اي تتفي ان فيت انا جو سوي انجينيور اغرونوم دو فورماسيون. اي سي بور سا، معناها انا دومين ما تخرجتوش هكاك، دونك قريتو وتغرمت بيه كي كنت نقرا. مي او ديبي كنت الحقيقه معناها بوسكو انا قريت في الكاس الشمال الغربي، دونك ديما نقول سعيد باش نمشي في السود، معناها سي با في الزابر. مي انا ماتيار كانت تعجبني برشا وديما دي ميور نوت عندي معناها في الابليكاتور. دونك ابخي جيت فرصه وهبط لترا في قبلي بوسكو معناها في دوميني جي كون فيها اغريكول، دونك عملت سويفي كيلكو اغريكولتور لقيتهم ديجا يربيو في النحل. ايوا وانا هنا جات ليدي، معناها تبعت شويه، عملت معناها هكا البارتي، قعدت نتبع كيف النحل، نشوف الادابتاسيون نتاعو مع الكليما، كيفاش لي بون براتيك نتاع الفلاحه. إيبا فهمت اللي هو النحل يمشي في السود، مي اتونديسيون يوفر عام النحال كونديسيون دو بروتيكسيون، يتبع معناها شي بلو سبيسيفيك بارابور الشمال. معناتها يحميهم ويعملهم بروتيكسيون، شنو تقصد؟ على المناخ، على الطقس، على السخانه، على شنو؟ على هذا معناها برانسيبالمون. فوالا المتابعه تكون بلو سبيسيفيك، معناها علاش خاطر احنا سخانه عندنا سيرتو في الصيف، عندنا سخانه برشا. صحيح عندنا مشكله الورد مش متوفر برشا، سوك احنا عندنا نمزه في الجنوب اللي احنا عندنا الذكر نتاع النحل قوي ياسر النحل، دونك هذه كانت بوان فور للبروجي. اما شنو هي، يبقى ديما النحل عنده اجتهادات اكثر، با
بارابور النحل نتاع الوسط والشمال دونك يتبع النحل في الماء خاصه في الديسبونيبيليتي نتاع الماء يشوف لي تاع النحل نتاعو نخدموا ياسر على التحويل معناها ترانزيمون نحولوا النحل ايوا اوكي شو معناتها تحول النحل شو معناها فوالا دونك احنا اوكي البروجي انستالي في قبلي دونك انا عندي دي بيريود معينين يساعدني البروجي يكون في قبلي اي ابري وقت اللي يولي فما وقت نتاع النحل وقت نتاع ورد وكيتو دونك لازم نقل النحل خاطر احنا نتبعوا الشمس نتاع الرحيم معناتها لازمك تلقى له المرعى نتاعو دونك تمشي وتحول للمرعى هذاك المناسب للنحل متاسفين نحاولوا نحل نهزوا نحل نتاعنا في الليل دونك شوفوا اقرب بلاصه اللي يكون فيها متوفر معناها لي بلانط هذوما اللي فيهم الرحيق نتاع الورد اللي يرعى عليه النحل معناها دونك نتبعوا ونحطوا شوف الزون معناها نحطوا فيها النحل نتاعنا تكون بروتيجي وفوالا تبعوا لي صور خاطر احنا الانسان تشيخ كيما حكيت معناها اذا باش يخدم حاجه دو بون كاليتي لازم يتبع اول حاجه شنو هي الدوموند نتاع الكليون تاعو شنو هو لي بارفان اللي يحب عليهم بالطبيعة واحد يقول لك أنا نحب المرعى هذا ولا إكليل ولا نحب سدر نحب أورانجي نحب درشنو فما شكون يحب أخف شوية وهذه الكل تنجم توفره مع خاطر اللي يسمع يقول عسل في قبل يقول لك يا أخي نحل وين يرعى دونك مهم أنه نعرفوا هالتكنيك هذه اللي أنت توفر مرعى خاص باش نجم تلقى الحريف نتاعك شنو يحب ونحل اللي يتوفر له المرعى باش يخرج لك البرودوي هذا هذا معناتها عندي تاي مهم على الأخر سامحني باللي انا نتاع اللي هو العسل نتاع الواحد انا سيتي اكسبري حطيت البروجي في قبلي عسل الواحد احنا اوكي اي وي عسل الواحد اللي هو يرعى على لي بلونت الموجودين في الواحد وانا خدمت عندي دو زون معناها هو البروجي عنده 3 زون اللي هو اجتالي عندي دو زون نعمل في تيست على البروجي هذايا معناها لو ميل دو لوازيس سانسيرمون دونك سيت ان برودوي تري اكسبسيونيل بالحق معناها شو المميز فيه العسل معناتها اللي يخرج من المرعى نتاع الواحه لنحل كيفاش؟ هو الجو نتاعو كي تاكلو اول حاجه تخي كونسونتخي معناها للمناعه وخاصه لفقر الدم خاطر احنا نعرفوا التمر معناها فيه الفاق فعلا فقر الدم فعلا فوالا دونك العسل اللي تخيل العسل كيفاش؟ واللي تخي كونسونتخي بارابور لي زوطخ معناها العسل الانواع الاخرى وعملت حتى لي زاناليز نتاعو حاجه اخرى الحقيقه جربتو على الكليون تاعي دونك نخدم على لي زوتر دونك بلوت اما لو ميل دو لوازيس بالنسبه لي انا قاعده نتوا فيها بشويه بشويه خاطر الكونتيتي سي با كيف كيف كيما لي زوتر معناها بيه هيفا بيه انت شو نخدم عليه شوي شوي ان شاء الله موفقه يا ربي انت شو تمنياتك لهالمشروع نتاعك كل واحد عنده اهداف نتاع قريبه المدى متوسطه المدى بعيده المدى انت شنو هو اهدافك في المشروع هذا يا هيفا والله انا اهدافي انا الهدف الاولاني نحب نخدم كيما قلت لك على البروجي سبيسيفيك هذايا نحب نخدم عليه هو معقول وعندك الحق على خاطر انت عندك حاجه تميزك فلازمك تخدم عليها مهم بالضبط وعندنا بليزيور بلوت اخرين في الصحراء اللي هما معناها يستعملوا فيهم استعمالات دونك معناها طبيه اي هما اللي نحب نخدم عليهم لي ريشيرش نتاعي ونخدم بوكوا با نشوف انهم لي بلوت اللي نمشي عليهم الحل ونخرج اون جام اللي هي ديجا مش موجوده في تونس نتاع عسل ممتاز هاي فما الناس تتعاون معاك ولا تخدم وحدك في المشروع نتاعك تو؟ توا عندي المسيو الحقيقه يعاون فيا ربي يفضلو اي مهم معناها سانسير خاطر بروجي مازال صغير معناتها بروجي فاميليال بوغ لو مومون تخدموا شويه هكا باهي هايفا توا اللي يسمعوا فينا توا يقول لك انا هايفا عجبتني الحكايه نتاع العسل نتاع الواحه ونحب نجرب ونحب نتصل بهايفا ونعرف هالنوعيه هذه من العسل ونتصل بها باش ناخذ كميات نحب عليهم شنو يعملوا الناس اللي قاعدين يسمعوا نحبوا احنا زاده ندزوا معاك شويه هالعجله خلي تدور بالكدا كيفاش يعملوا يا هايفا؟ والله نجمو نعطيك نمرو يتصلوا بيه يلا قولي عندي باج فيسبوك نتاعي اعطينا الباج فيسبوك ونمرو تليفون يلا فوالا الباج فيسبوك نتاعي نكتاغ نكتاغ كيما نكتاغ تتكتب ابوستروف اخ اي اوكي ابوستروف اخ اي تخي بيان دونك هذيك الباج فيسبوك نتاعي عندي باج فيسبوك نتاعي هيفا كريدل اي ونمرو تليفون 25 بي 574 25 574 اي 508
508 ولا تدخلوا على الباش فيسبوك هيفا كريدين ولا الباش فيسبوك نكتار باش تنجموا تتصلوا بها مباشره. هيفا كل التوفيق ليك، نتمنوا لك كل النجاح وفرحانين برشا اللي كلمناك اليوم وتعلمنا معاك حاجات. معناتها انا واحده من الناس اول مره نسمع بعسل الواحه، وبالحق فما دي سبيسيفيسيتي في الواحه، في النباتات الموجودين، في لابور كيف ما انت قلت للناس اللي تلوج على المنفعه الزاده الصحيه، على خاطر في الدقله العباد اللي عندها مشاكل مع الانيمي ونعرف اللي هما برشا في تونس يعني، ومن هذايا ينجم يكون مكمل غذائي ممتاز وفيه انابور كبير برشا. فكل التوفيق ليك يا هيفا صاحبه مشروع انتاج نحل طبيعي مباشره من قبلي. احنا زاده معاكم مباشره لهنا من ديوان فام حتى النص النهار في حلقه خاصه بمدينه قبلي، نحاولوا نعملوا دوره فيها نشوفوا شنو الحاجات اللي تنجموا تراوها وتزوروها. كان باش يكون معانا بيان سور تحكي لنا اشواق بن ابراهيم، باش تحكي لنا شويه على اثنين اللي مش معروفين في قبلي، لكن الناس اللي يسمعوا فينا واللي مشاو واللي